أقسمنا بالله أقسمنا بالله أقسمنا بالله أقسمنا بالله. حبينا نخلد الذكرى الخامسة للتدخل الروسي في الحرب الدائرة ما بين شعب أعزل، قرر أنه يستبدل طاغية من طغاة العالم الحديث ومجرم حرب. تدخلت روسيا بكامل قوتها وكافة الوسائل الممكنة لإبادة شعب أعزل، لا يحمل ولا يملك سوى فكر ثورة يطالب بحرية وبكرامة أبسط حقوق المجتمعات التي تعيشها الدول المتطورة والديمقراطية. للأسف الشديد روسيا أثبتت للعالم أجمع أنها دولة هي ليست دولة ديمقراطية وليست دولة إنسانية، بل هي دولة راعية للإرهاب. جسدت بطائراتها وقنابلها وصواريخها الذكية التي جربتها على صدور أطفالنا وعلى نسائنا وشيوخنا، أثبتت أنها دولة إرهابية وتدعم إرهاب وإرهاب دولة منظم. فكان لابد لنا نحن كثوار وكأحرار أن نقف موقف عز وأن نخلد هذه الذكرى ونقول للعالم أجمع، لا لروسيا، لا لبشار الأسد، لا للإرهاب، نحن دولة ندعم، نحن شعب ندعم الدولة التركية في حمايتنا كمدنيين، فلم يعد لدينا إلا الشمال السوري تحت حمايتها، نطالب بحماية المدنيين وعدم تهجيرهم، لم تعد للمدنيين أبسط حقوق، فالمخيمات التي تحرقهم في الصيف وتقتلهم من برد الشتاء لم يعد لهم سوى الله عز وجل. نطالب المجتمع الدولي أجمع بإيجاد حل سياسي ومخرجات لهذه الحرب التي قتلت كامل أبناءنا وأخواننا.